عمر حسن والدته موجوده وهي بتسترجع عربيات الاطفال. عمر حسن يسال عن عربيات الاطفال بيسال والدته موجوده هنا. وهنا عاطف لسه ما وصلتش اعتقد. ورجعنا لكم بعد الفاصل، واهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين مره ثانيه، وبتوحشونا وبنشتاق لكم والله، وبنتمنى اللقاء ما يخلصش، لكن للاسف لقاء الهوا في ثانيه زي الهوا بيطير مننا ويتبخر زي الهوا وزي الميه. واحب ارحب بضيفنا النهارده البطل الخارق محمود لالا. ربنا يخليك. طبعا الشهره محمود لالا. تمام. الشهره لالا. احنا عايزين المشاهدين اكيد شافوا التقرير دلوقتي وشافوا حضرتك وانت بتشد تريلا، يعني حاجه بصراحه. لا كانت عربيه لسه التريلا. عربيه لسه التريلا. طيب وشفت برضو لحضرتك فيديو انا اللي شفته على فكره، والحمد لله ما نمتش الليله دي من الفيديو وحضرتك بتاكل النار برضو. الحمد لله يعني ما حدش تاني شافه. انا بصراحه والله ما نمت، انا شفت الفيديو اللي حضرتك بعته لي. بفضل الله يعني. انا ما مش عارفه يعني. هو يعني احنا عايزين نشوف الناس بس تعرفهم بيك كده وتقول لهم احساسك ايه. بفضل الله انا محمود لالا ربنا انعم عليا بنعمه القوى الخارقه. طبعا انا يعني بنافس في موسوعه جينيس الارقام القياسيه على اقوى فك في العالم تحت رعايه واشراف الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه. جميل. لان كان لي الشرف ان هو بعت لي دعاني في افتتاحيه ماراثون زايد، كان بحضور جميع وزراء الشباب والعرب على مستوى العالم يعني، فعملت افتتاحيه هناك وشديت عربيه مصفحه باسناني. طبعا غير ان انا بفضل الله بقى باكل يعني بلتهم وجبه ازاز كامله، اكل 3 كيلو لحمه نيه. انا شفت فعلا الفيديوهات بتاعه حضرتك كلها اتفرجت عليها، وده اللي خلاني ان انا اطلب من حضرتك تشرفنا النهارده. احنا قلنا نغير للجمهور، احنا البرنامج بتاعنا دايما برنامج اجتماعي ودايما انا نخوفهم قلنا نغير شويه مننا يعني نحسسكم ان احنا معانا قوه خارقه يا جماعه يعني. انت الاول نورتنا والله. وطبعا برضو ده تقرير لمحمود لالا، كابتن محمود لالا. احنا عايزين طبعا النهارده هنقول العربيه كانت من غير سواق. طبعا ده في قدام الوزراء العرب وبالاشراف تحت الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه. كان متواجد طبعا، كان رئيس المؤتمر وكان داعي الماراثون ده هنا في مصر. فطبعا عملت انا افتتاحيه للماراثون وهم المنصه زي ما حضرتك شايفه كده، الوزراء العرب موجودين وبقوا سعداء يعني حاجه غريبه بالنسبه لهم. والحمد لله انا نفسي اشرف بلدي بقى واعمل حاجه على مستوى العالم ان شاء الله باذن الله. ربنا يوفقك. بس هنستاذنكم معانا تليفون الاستاذ السيد سليت. السيد سليت ابو سامح سليت. الو تاني.
الو. ابن بلدي المحترم. ايوه فندم. منورنا والله، اهلا وسهلا بيك. كده أيوة يعني حلقتين ورا بعض كده كتير عليا بصراحه، يعني اهل بلد الطيبين بورونس. ايوه فندم. مش سامعك. الو. سلام عليكم. وعليكم السلام. ابو سامح معاك. ايوه فندم سلام عليكم. ابعد بس عن التلفزيون وانت بتكلمنا. عليكم السلام. وعليكم السلام. اتفضل معاك. اقول لحضرتك كل عام وانت طيبه يا استاذه اسماء. وحضرتك بكل خير يا رب. بمناسبه مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه افضل الصلاه والسلام. وانا مش هتكلم عن الرد عن الاساءه للرسول عليه الصلاه والسلام. كل الناس بتتكلم، لكن انا عايز اقول ان الناس المغرضين اللي بيطلعوا اشاعه ان التربيه والتعليم هتفتح المدارس تاخد حق الكتب وتقفل تاني، انا بقول لهم لا، مصر بخير والتربيه والتعليم بخير. تمام. وانا بقول عشان فيروس كورونا بقول حذرونا قبل الحظر بساعات، نبهونا الكل يلبس كمامات، فهمونا ان كورونا ما تحبش الاختلاط، سمعونا كل يوم احصائيه للي اتصاب واللي مات. مصر مصر اكبر من كل الازمات، مصر أم الطب على مدى الزمن اللي فات، مصر شعب وشرطة وجيش، ألف مليون سلامات، ألف مليون سلامات، وأشكرك يا أستاذ. شكرا جدا ليك. شكرا ابو سامح سليت، الاستاذ سيد سليت بصراحه الراجل ده راجل انا بعزه قوي وبحترمه، ابن بلدنا الطيب، ابن بلطيم، محافظه كفر الشيخ، واهل الطيبين والناس الطيبه كلها. اتمنى النهارده ان احنا فعلا ناخد حذرنا ونلبس الكمامات زي ما احنا بنقول، ويا ريت يبقى في تباعد بيننا وبين بعض ونتبع سبل او وسائل الوقايه الشخصيه. واحنا اتكلمنا في القصص دي كتير، بس مش هخرج بره الحلقه عشان خاطر ضيف حلقتنا النهارده كابتن محمود لالا. طبعا احنا عايزين نقول انت بديت ازاي بالحاجات دي، اكتشفت ازاي ان انت عندك. هو يعني قلت الكلام ده برضو وهعيده برضو تاني، كان في خناقه في الشارع وانا ماشي بعربيتي فوقفت اسلم. كنت سنك قد ايه اصلا؟ كان الكلام ده من 15 سنه. فعد فوقفت ان انا بروح ابن البلد بقى المصري اللي بالشهم وكده ان هو يفك خناقه يعني. ففي واحد جاب حديده وماسوره حديد وهيضرب التاني على دماغه، فبالفعل نزل بها فجت عليا انا على دماغي، فانا حطيت ايدي كده ما لقيتش دم ولا حاجه، فبصيت للراجل ساب الحديده وجري. ديت كانت اول بدايه محمود لالا في القوه الخارقه اللي جميل. اكتشفتها من هنا. بعد كده بقى لقيت الراجل جالي البيت عشان يعتذر لي او يطمن عليا، فما قلت له ما جراش حاجه يعني، ما فيش اي حاجه حصلت لي ولا كده. قال لا ده الحديده اتنت وانا هجيب لك الحديده تشوفها كمان يعني. فخدته وشفت الحديده انا بعناية، لقيت الحديده متنيه فعلا. اتجهت بقى للدكتور، رحت للدكتور عملت اشاعات وتحاليل، فيعني عمل فحوصات وتحاليل على العظم نفسه، فقال لي انت جينات عاليه في حاجه زي كده ما بتحصلش يعني، نوادر قوي ان هي بتحصل في كذا حد يعني. ما شاء الله. هو حضرتك عندك كام سنه اصلا؟ انا عندي 41. ما شاء الله العمر كله يا رب. ربنا يخليك. طيب احنا دلوقتي احنا قلنا ان انت حضرتك بتشت التريلات وناس وبتاكل ازاز وبتاكل تمام. نار وحاجات كتير كده. طيب نشوف الفيديو كده وانت بتشد التريلا. ايه عايزه بقى اعرف التريلا دي انت شدتها ازاي؟ انا قاعده مستنياها. طب يا جماعه بالمناسبه بقى عشان برضو يبقى الصوره واضحه للعالم كله. ايوه. مصر فيها بفضل الله خير كتير قوي وفيها هنا امكانيات كتير قوي. ده محمود لالا ابن قرية الخضرة محافظة المنوفية مركز الباجور، بشد تريلا بالمقطورة بتاعتها بسنانه بفضل الله، وبشد لودر، بشد 10 عربيات. الناس بتحييك فعلا يا فندم. انا اخدت بالي بس لما العربية جت عند السلم يعني. تمام. هو لا ده تلفزيون، ده في التلفزيون يعني. وده الناس وانا مش هكدب على الناس يعني. انا عامة بالنسبة لده مش هززني يعني. دي قوه. هو في راجل نزل لكن فعلا من العربيه وهو ده معروضه كمان. هو نزل وشد وفي الجرايد يعني. انا مش ده صحافه اللي مصوره وقنوات تلفزيون اللي مصوره. ثاني اهم بفضل الله برضو انا بشد الاودر بسناني بفضل الله وموجود وفي الجرايد حتى يا فندم. على فكره احنا هنعمل ده عملي ان شاء الله هنصور عشان الناس برضو. انا لازم اكون معاك، انا شفت طبعا ده كله. الله يخليك. طيب احنا شايفين في كيلو لحمه كده، انا كنت بقول للجماعه خدوه يا جماعه، بخلوا نتغدى بيه النهارده.
بس شكلك طمعان فيه. ماشي مش مشكله احنا ناخد منه شويه يعني. ايه رايك؟ تمام مفيش مشكله. طيب احنا عايزين نعرف يعني بعد اذن حضرتك ممكن نشوف طبق اللحمه ده كده والجمهور كده يشوفه. ديت لحمه هي يا جماعه. اه اتفضلي يا دكتوره. اه تمام ديت احنا ممكن نديها للشيف على فكره. يعني بسم الله. ايه رايك يا سلطان؟ الذي لا يضر ما اسمه شيء الا في الارض ولا في السماء. ديت لحمه مش كده؟ خلاص قول لي الشاهد كده وهنتغدى النهارده لحم. لا يا جماعه لا ده اكل مثلا اهوت. ديت لحمه هي عاديه خالص رجعني خد عادي خالص الكاميرا بس زوم عشان اوري الناس. وده اكل طبعا اي هي مش انا مش بتكلم على اللحمه انا بتكلم على الحاجات الاخطر من كده لان انا بفضل الله باكل نار يعني فما جي ما يجيش حد بس ان انت تاكل لحمه ازاي. انا خلاص يعني خلاص كفايه. انت بتاكل كده بتحس بايه يعني؟ انا حاسه انت ممكن تاكل لحمه بني ادمين بعد كده. لا ده حضرتك عادي يعني الموضوع بالنسبه لي بفضل الله عادي يعني. انت يعني انا طبعا شفتك وانت بتاكل النار ودلوقتي بشوفك وانت بتاكل لحمه بصراحه يعني. نكمل بقى كفايه مش فاهم ولا ايه ولا عايز تكمل؟ انت عايز تاكل اللحمه انت طمعان فيها يعني. ميرسي لينا. طب خلاص كمل خلاص لو عايز تكمل. إيه انتوا طبعا شفت انا مش عايزه الجمهور بتاعنا يخاف. لا هو يا جماعه لان انا خلاص يعني كنت هعيط. هو بس عشان الناس ما اللحوم النيه والحاجات ديت حتى الخضار انا عندي في البيت باكله ني. كل الخضار سلو ما فيش اي حاجه زي كده. انا الاسماك الفراخ اللحوم باكلها انا في المستوي باكل عادي زي اي حد طبيعي. لحمه حته او حتتين زي اي شخص عادي. في اللحوم النيه باكل 2 كيلو ونص 3 كيلو لحمه نيه. انا بصراحه كده انا هقعد بقى صايمه اسبوع مش هاكل. معلش يا دكتوره هو بس انا اه والله يعني بعد اللي انا شفته ده يعني بجد انا شفت الفيديو بتاع امبارح ما نمتش يعني. حقيقي يعني انا على فكره انا حبيت اطلعكم النهارده بعيد عن جو الانتخابات وبعيد عن جو اللي احنا فيه كله وحبيت اكمل الحلقه النهارده معاكم كده بجو عائلي كده وجو مع محمود لالا صديقي على فكره صديقي الشخصي. وانا بجد يعني انا يشرفني ان انا اعرفك. يا رب يخليك يا دكتور. وانت بتقول بتحضروا اللي طبعا انا بس انا بتجهزوا الحاجه اللي هي ايه بقى عايزين نعرف الجمهور. ده بعمل بعد دلوقتي في مدينه في السخنه في مدينه الجلاله. أيوة. ان انا بجهز دلوقتي عشان بعمل بروفات بشد عربيه محمله رخام كتل رخام تقيله. أيوة. عربيه نقل تقيل بشدها محمله رخام مضاهيه لوزن الطياره بل يفوق وزن الطياره ان شاء الله يعني عشان استعدادا لان انا اشد الطياره بفضل الله. وده تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي. اشد الطياره امتى الكلام ده بقى ان شاء الله نعرف الجمهور عشان يستناك طبعا عشان نعرف الطياره ان شاء الله قناه الصحه والجمال هيبقى حاصل يعني طبعا ان شاء الله باذن الله. احنا متفقين على كده باذن الله طبعا إن شاء الله. في خلال شهر او ده شرف لينا والله. احنا بنجهز دلوقتي تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي بذل مجهود كبير معايا والدكتوره سونيا والناس كل اللي في وزاره الشباب والرياضه مهتمين بموضوعي طبعا. بصراحه الوزاره دي عامله شغل جميل قوي وعامله دورات اللي شغال بصراحه بجد من اجمل الوزارات اللي هي على مستوى الجمهوريه بجد. انا بحييهم بجد والله وزاره الشباب والرياضه يعني في استعدادات جامده وفي مجهود جامد بفضل الله بتعمل وزاره الشباب والرياضه انشطه جميله عشان تظهرني للناس بطريقه وتقنيه سليمه. بيهتموا بالمواهب بقدم لهم كل الشكر والتقدير والاحترام كلام على المجهود اللي هم بيبذلوه حقيقي ما يستاهلوا والله في سبيل ان هم يخرجوا محمود لالا للنور يوروا للناس بس بطريقه تقنيه سليمه يعني تستحق ده موفق باذن الله. طيب انا عايزه بقى تاني عشان في جمهور يعني يتكلمونا في ناس برضو كده يعني ماشي. ايه رايك يا سلطان كنترول؟ طيب ماشي خلاص طبعا محمد سلطان مصر عايز يشوف المشهد تاني ويا استاذ يلا انتوا شايفين انا مش هبص على فكره خلاص يعني ابعدوني بقى زي ما انتوا شايفين كده. انا طبعا من خلال ده انا ببعدكم عن جو الانتخابات اللي هو فيه صراعات وفي شغل كتير ده مش صراعات ده صراع اقوى بقى من الانتخابات يعني طلعت لكم هنطلعكم الموت شويه. انا مش هبص ما تبصليش بجد وضعي الله يعينك. احنا عايزين نعرف طب انت احساسك ايه يعني الناس زمان على فكره الفراعنه كانوا بياكلوا اللحمه نيه اصلا ما كانوش يعرفوا ان اللحمه بتتطبخ في الفراعنه احنا كنا في الاول ما كانش يعرفوا النار دي إيه طبعا زي خلاص يعني انا عماله اسكت في محمود مصر يكمل الطبق فانا مش عارفه اتكلم اقول حاجه خلاص يا محمود كفايه بالهنا والشفا ما تعصبيش محمود خلاص محمود كده شبع النهارده
ولسه عنده استعداد يكمل على فكره يعني، بس انا مش قادره. بس عشان وقت البرنامج فانا لا انت على راسنا والله، البرنامج كله والقناه كلها تحت امرك بجد. بس انا يعني برضو عايزين نتكلم مع الناس نقول محمود انت مش عايزه اقول كان بيرضع انت كنت بتاكل ايه وانت صغير يعني اعرف بس يعني جت حاجه من عند ربنا يعني انا ماليش يدي فيها من عند ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعه انا بقوم ب 2 كيلو ونص لحمه نيه او ب 3 كيلو فعلا، اقسم بالله العظيم انا مش عاوز اقول الكلام ده، انا مش بصص لماده ولا اي حاجه، انا بس عاوز اظهر القوه اللي عندي للناس واسجلها باسم مع ان اللي يشوفك يا محمود ويتكلم معاك اساسا على فكره محمود صديق عندي بقاله كتير قوي، ما عرفتش ان هو نفس ضيف الحلقه اصلا متخيلش يعني بجد يعني انا بتكلم معاه بنتكلم في قضايا حاجات اللي بتهم المجتمع، بنقعد نتكلم كده ندردش، بلاقيه انسان من جواه ابيض جدا، انسان طيب جدا. انا لما بعت لي الفيديو امبارح انا ما كلمتوش بعدها يعني لسه شايفه في القناه دلوقتي يعني بجد أنا يعني بفضل الله كون ان انا نافس في موسوعه جينيس على اقوى فك في العالم يعني ده حاجه حلوه جدا يعني لبلدي ان شاء الله تبقى حاجه جميله باذن الله. وانا عندي القدره وربنا مديني القدره ان انا اعمل كده، لان اللي اداني النعمه ديت يعني ربنا سبحانه وتعالى ما ادهاليش عشان اكتفي ان انا اسكت بها، بس انا عاوز اظهرها للناس في سبيل نوري العالم كله مصر فيها ناس يعني فيها ناس تقيله فيها ناس حلوه، فاحنا صدرنا كل حاجه للدول، صدرنا الحضاره والتجاره والصناعه والزراعه صح كلام جميل والطب كل حتى الرياضه احنا اساس الرياضه صح. وبرضو بدعي الناس ان يعني طبعا انا باكل ازاز باكل نار ان ما حدش يقلد الحاجه ديت، لان الحاجه ديت مش عن تدريب الاطفال والقلوب الضعيفه ما يشوفوش الحلقه، انا نسيت اقول كده في الاول بعتذر للناس على ان هم يشوفوني وانا باكل لحم ني او الكلام من ده. لا والله انا قصدت بجد. بص يعني يا محمود الاول بقدمك للجمهور مش بقدمه فيه. على فكره يا جماعه محمود قوه خارقه يعني بطل فعلا حقيقي، وانا حبيته وعايز اوصل صوته والناس تعرف مين محمود لالا اللي هو بيشد زي ما انتم شفتوا الفيديوهات وشفتوا اللي بيشد تريلات تمام وعربيات وناس بياكل. انا والله شفت النهارها هشيرها لكم طبعا الناس اللي كانوا بيسالوني عليه. فاحنا بنقدم المواهب، الحلقه مش زي ما انتم فاكرين احنا واخدينها للضحك، احنا بنضحك معاكم طبعا، بس احنا عايزين نعرف الناس ان اللي عنده موهبه ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بيها، لازم تستغلها استغلال صح. اسعى محمود انك توصل بيها، اسعى انك توري الناس. ايوه احنا عايزين نعرف محمود لو انت وقعت في مشكله هل بتستخدم قوتك مع الناس في وقت المشكله دي؟ لا هو بفضل الله انا ما يعني بفضل الله انا ما بحبش ان انا استخدم الحاجه ديت، لان انا بنام والعربيه تعدي من عليا في كل حته في اعضاء جسمي بفضل الله يعني. فانا ربنا مديني ملكه لا ثواني بقى يا دكتوره ما هو انا بس انا ما هو كلام حضرتك بقى ده اللي يخليني اسر ان انا لازم اثبت للناس كده يعني حضرتك معايا في البرنامج واصرارك اللي خلاني اقول لك اتفضل معانا الحلقه تمام. دي بجد مستغربه الحاجه زي كده. طب بس احنا في ناس يعملوا ايه يعني انا بقى عاوز اثبت للناس كده لا تعالى شوف محمود لالا على الحقيقه. محمود لالا بيوقف اكتر من 5 بلاد على الطريق علشان يشوفوني وانا بعمل العروض ديت. فضل الله محمود لالا بيبقى عامل زي فرح كبير قوي على الطريق العام الزراعي، والناس من الكرة بتطلع تنتظر اليوم اللي محمود لالا يعمل فيه العرض. بعمل فيه عرض محبه للناس وارضاء للناس وحب للناس. هو ربنا بحس ان انا بشوف سعاده في وش الناس. هو يعني ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالنعمه دي. بس احنا عايزين ننصح برضو الشباب الصغير والاطفال والناس دي ان هم ما يحاولوش يقلدوا محمود لالا، هو حاجه ربنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انعم عليه بيها. مش كل الناس عندها نفس الطاقه او نفس الموهبه او نفس القوه دي عشان يقدر يستخدمها، عشان ما تستخدمهاش استخدام خاطئ. طبعا انا بجد يعني انا فخوره بيك وسعيده بيك جدا والله يا محمود، وبتمنى بجد مصر كلها تشوفك، وبتمنى الشباب كلهم يشيروا الحلقه بتاعتك النهارده عشان محمود هنشوفه ان شاء الله وهنكون معاه باذن الله. اليوم اللي هيكون بيشد في الطياره هيكون برضو باذن الله هيكون في عربيه لا في تريلا الاول ان شاء الله. طبعا بنعمل استعدادات دلوقتي ان شاء الله وبنجهز للعمل الكبير ده باذن الله، نكون اول مصري يشد طياره ركاب ان شاء الله بفضل الله. طبعا باذن الله هكون من الركاب بقى. لا احنا هنجري الاول طبعا يعني في الف خير والله. لا والله انت شرفتنا والله ونورتنا محمود. بس في انا بس بالمناسبه انا جاي لي كده حاجه جميله او بنت جميله اسمها الزهراء انديل
الزهراء قنديل كانت يتيمة الأب من عمر 6 سنوات من محافظة كفر الشيخ، اللي هي طبعا فازت بالمركز الأول على مستوى العالم في حفظ القرآن الكريم، ودي المناسبة الجميلة إن احنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف، وفي نفس الوقت في بنقول للناس إن انتوا اللي كنتوا بتقولوا على الرسول، احنا بقى عندنا أطفالنا الصغيرين هيعلموكم الإسلام وهيعلموكم الدين وهيقولوا لكم احنا بندافع عن الرسول بحفظنا للقرآن الكريم. الزهراء قنديل طبعا كانت يتيمة الأب ومع ذلك حفظت القرآن الكريم. أتمنى لو في صورة للزهراء، أتمنى الجمهور يشوفها. الزهراء قنديل معانا، شكرا والله المخرج الجميل سلطان محمد سلطان، وأنا من خلال برنامج والكنترول كله بصراحة معانا بنت البلد، طبعا بقدم للزهراء كل تحية والشكر والتقدير ليها وبالتوفيق، وهي تستحق كل حاجة وتستحق كل خير والله. عندنا بقى حاجة تانية برضو، معلش بالمناسبة عشان الحلقة النهاردة كانت كلها عن حب النبي صلى الله عليه وسلم، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. أنا بوجه رسالة دي لماكرون، لما راح يحرر آخر رهينة فرنسية من مالي اسمها صوفي. صوفي رجعت بعد ما فكر يعني رجعوها وحرروها، رجعت اسمها مريم. هو بيرحب بها في المطار فبتقول له أنا مش صوفي أنا مريم، ودي طبعا كانت أكبر يعني بصوا يعني هنقول إيه، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر دينه والله يا جماعة مهما إحنا عملنا. طبعا إحنا معانا مريم. طيب إحنا طبعا إحنا الوقت معاكم بيمر بسرعة، وطبعا في النهاية أنا بشكر الكابتن محمود البطل الخارق، ونتمنى هنشوفك إن شاء الله في حلقات تانية. وطبعا إحنا يعني الوقت معاكم فعلا زي ما أنا قلت لكم بيمر بسرعة، متشكرين لكم جدا أعزائي المشاهدين، ومعانا قصيدة هتسمعوها، وإحنا هنشوفكم على خير الجمعة الجاية إن شاء الله. بس أتمنى ما تقوموش إلا لما تسمعوا القصيدة تعجبكم عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. انت نورتنا وشكرا ليك جدا كابتن محمود، شكرا دكتور اسامه. طيب احنا هنختم بالقصيده طبعا، وشكرا جدا والله بجد انا عاجزه عن الشكر، وبشكرك جدا انت لبيت دعوتنا وجيت النهارده وشرف لينا، ونتمنى ان شاء الله نكون معاك في حلقات ثانيه ان شاء الله باذن الله. طيب زي ما قلت لكم احنا هنفصل طبعا بالقصيده، وهنشوفكم الجمعه القادمه ان شاء الله، ومع السلامه. السلام عليكم. بجد انا توترتيني بالله.